أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. وعدكم الأرقام للي جوا من داخل العراق ومن خارج العراق، وأيضا اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان يكتب لنا رسالة على رقم الواتساب، نقرأها بالدقائق الأخيرة إن شاء الله من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم. أول ملف ويانا هو ملف المشاريع المتلكئة. طبعا حكينا عن هذا الملف هواية، وتعرفون مشاريع العراق هواية، وإلى الحد هاي اللحظة ماكو شيء تحقق أو تطور بالموضوع. واللي فساد المشاريع الحكومية بالعراق وتلكؤها، ومشاريع العراق اللي تلكئت لأي سبب إن كان هواية، والفلوس اللي انصرفت عليهن هواية. يعني هاي الفلوس اللي انصرفت على المشاريع اللي تلكئت بحدهن تبني العراق من جديد مرتين إذا مو أكثر. وهنا راح نبين لكم شلون. عندنا مواطن من النجف من قضاء المشخاب يبين لكم بهذا الفيديو اللي راح نعرض لكم إياه بعد قليل مشاهدينا الكرام، التلاعب بالأسعار وهدر المال العام بمشروع ترميم قائم مقامية قضاء المشخاب. خلونا نشوف. قائم مقام رئيس الوحدة الإدارية في قضاء المشخاب وأمام نواب الدائرة الجنوبية اللي ما لهم لا حس ولا خبر. هذا الكشف التخميني أو تندر ترميم القائم مقامية في المشخاب بمصايب. فقبل المصايب نعرض خدماتنا على الدولة وهيئة الإعمار. هاي الأسعار مناسبة لكم وحسب سعر السوق المحلي. من اللي لازم يتابع؟ من اللي لازم يحاسبهم؟ هذا تندر أكثر من 200 مليون، من اللي يحاسبهم؟ يا معودين الكاشي، تطبيق الأرضيات بالكاشي المتر ب 28 ألف، هذا لو بيتك تقبل؟ ال 33 مليار و 450 مليون حصة المشخاب جاي تنهدر بهاي الطريقة. هنا دا يبين المواطن بهذا الفيديو اللي دا يصير بهذا الفيديو شنو قصده، انه اكو مشروع، هذا المشروع يردون يرممون به قائم مقامية قضاء المشخاب. بهذا المشروع لازم هو تندر، التندر اللي هو العرض التقديمي او الطلب اللي قدمه المقاول او المهندس الى المؤسسة اللي تريد المناقصة ويقروا ويوافقون عليه. وراها يعني بحسب هذه الورقة اللي بإيده أنه هذا المشروع تمت الموافقة عليه، فيبين لك أنه أكو أسعار، هو الفيديو طويل، أكو أسعار لبعض المواد اللي تستخدم في البناء السعر يختلف عن السوق المحلي. السبب أنه مثلا الشغلة اللي سعرها 5000 مكتوبة 15، واللي سعرها 10000 مكتوبة 40، واللي سعرها 50 مكتوبة 250. هذا اللي قصده. كان أكو مشروع أو فكرة أنه تنبني منطقة صناعية بمدينة الناصرية بمحافظة ديقار. أكو فكرة بس تنفذت؟ لا. المدينة الصناعية هاي العنوان مالتها المتلكئة أو المنسية بديقار ومن سنتين. المدينة الصناعية وضعها راح تشوفوه ورا شوية. هذا كله على الرغم من زيارات المسؤولين المتكررة المدينة، لكن الحلول ماكو أبد. والنتائج أو نتائج الحال اللي أنتوا شايفيه أو اللي أنتوا راح تشوفوه بعد شوية، واللي ما تعرفوه أنه مجلس الوزراء خصص لهالمشروع 7.5 مليار دينار قبل سنتين، حتى تكون هاي المبالغ حافز أن يتم تسريع الإنجاز وتسليم المدينة الصناعية. وراها المدينة والحد هاي اللحظة المدينة تراوح بمكانها، ومجرد سياج خارجي راح تشوفوه الآن. تفرجوا. هسه وين نروح؟ نروح نصور مدينة صناعية. السلام عليكم. هاي المدينة الصناعية قاعد شوفوها مجرد سياج وبوابة. هاي صرفوا المدينة الصناعية 7.5 مليار عليها من أجل تكون هناك مدينة صناعية متكاملة وتشغيل أيادي العاملة في محافظة ذيقار، ولكن هذا الحال قاعد نشوفه. يعني بعد ما رصدنا عمل شركات محافظة ذيقار، مشاريع صندوق عمارة والتنمية والاستثمارات، حاليا احنا مركزين عليه من
المدينة الصناعية يعني تدري محافظة قاد بها نسبة العطالة بها 40% نسبة العاطلين عن العمل 40% ونسبة تمتاز بارتفاع نسبة الفقر. لذلك احنا يعني كان املنا مدينة صناعية تكون من منجزات محافظة ذي قار يكون افتتاحها في اسرع وقت. من سنتين ونص هاي الغريب بالامر يعني هاي المدينه الصناعيه زارها اكثر المسؤول وزير الصناعه السابق وزير الصناعه الحالي الامين العام يعني نريد نعرف شنو مصير هاي المدينه الصناعيه اللي صرفت عليها اموال هائله. هذا حال مشروع بالمدينه الصناعيه. نبقى بمحافظه ذي قار وهذا الفيديو اللي عندكم هنا همنا بمحافظه ذي قار. طبعا هذا المشروع حكينا في وقت سابق عن السبب أو أنه هذا المشروع متلكئ وليش مشروع متلكئ. اليوم تبين هذا المشروع ليش متلكئ. هذا المشروع حكينا سابقا أنه الحديد إيش قصار له والمنشآت والآليات إيش قصار لها ومن بنى. طبعا يا مكثر المشاريع المتلكئة اللي طلعت بمحافظة ذي قار مع الأسف. عندنا مجسر اسمه مجسر إبراهيم الخليل إذا تذكروا حكينا عنه بحلقات صوتكم الماضية واللي دا ينتظروا أهالي المحافظة من سنوات الأهمية بالنسبة لهم لكن ما تنفذ منه شيء وكل ما يحاول المقاول أو المهندس يشتغل يتعرض إلى الإيقاف بسبب رفض مدير الجامعة الوطنية اللي عنده علاقات بأحزاب وميليشيات واللي مكان جامعته قدام هذا المجسر أو اللي من المفترض أن ينبني هنا هذا المكان مال المجسر فيرفض إكمال هذا المشروع والناس تخاف منه أو المقاول أو المهندس. خلونا نشوف. هذا المشروع اللي شفتوه اكو لقطة كانت تطلع كل شوية يروح على اليسار يفتر منه هنا اكو بناية هي هاي بناية الجامعة اللي حكينا عنها اللي رئيس الجامعة يرفض ينبني مجسر قدامه حتى لو كانت بفائدة الناس. بس السؤال اللي ينطرح هنا يعني ليه درجة وصل العراق من 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 سوء ليه درجة وصلت السيادة الحكومية او سيادة الدولة بالعراق الى الحضيض. اليا درجة وصل الوضع بالعراق بحيث أنه رئيس جامعة من المفترض أنه هو موظف عند الدولة. نعم أنت رئيس جامعة على العين وعلى الرأس بس أنت موظف بالدولة وبوزارة التعليم العالي أقصى حدود بوابتك الجامعية ما عندك سلطة تعبر الباب ما جامعة إذا شفت طالب ما تقدر تحكي وياه بحكم سلطتك كرئيس جامعة أني داعشي احتراما من الطلاب إلا كونك دكتور بالجامعة يحترموك ويجلوك ويسمعوا لك كلام اي نعم احتراما إلى عمرك وشهادتك الناس تحترمك بالشارع اي نعم لكن كسلطة تعبر باب الجامعة ما من حدك. الأخ هنا ما عابر باب جامعة عابر الباب والقاع والخرابة واصل إلى مشروع الدولة مقررته أو المحافظة مقررته. ليش؟ لأن مزاجه ما يقبل الشباك ما ترى يصير أكو جسر وسيارات الطب وتطلع من فوقها بس يعجبه منظر الخراب هذا شكوا بيها والازدحام هذا هم يعجبه لكن أنه ينبني جسر لا. من صور الفساد اللي دا تصير بالعراق مو مشروع متلكئ. تعرفون الأخت هنا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق انطفت الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي السفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق خلال زيارتها محافظة نينوى. هذا الفيديو أو الناس من عرفت به
استغربت من الوضع المزري اللي وصلت إلى المحافظة، وبعضهم لام السفيرة نفسها وبعضهم لا، وجه اللوم إلى بلدها الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هم من أوصلوا البلد إلى هذا الحال. اتفرجوا ايش راح يصير. Is really about recognizing the resilience of the Iraqi people, bring them back to their families, remember that there has been a tragedy, a true tragedy in their lives, and we hope that everyone can open their hearts to return their to bring back their families. So thank you very much for the question. ده شوفون هذا، هذا ده يبقى علب صفه يقول له روح جر المولد شغلها بسرعة عيب فشلتونه، هذا هيش ده يحكي. تخيلوا واقع الحال بالعراق وين وصل بال 2023، اللي محمد الشيع السوداني اول ما اجى قال احنا بخدمتكم. بس اريد اسال السفيره الامريكيه من راح تروح غادي ايش راح تقول لهم؟ وضع العراق زين؟ هي وجيني هنس بلاسكارت ممثله بعثه الامم المتحده بالعراق يروحون يقولون بالامم المتحده بالولايات المتحده الامريكيه العراق بخير، ما بي زبالة، ما بي مشاريع متلكئة، المي مجفي، كهرباء بي، بطالة ما بي، مخدرات ما بي، عقود بدها تشتغل الناس بشكل خارجي، وتعيينات كل سنة أكو تعيينات جديدة، يروحون هيك يقولون. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارنا لكم مشاهدينا الكرام من فيسبوك جاسم الغايب يقول: بعض قنوات المقاومة والموت لأمريكا ترافق السفيرة لتغطية زيارتها. مستهزئ من الموضوع. مهدي إبراهيم: الشراكة المزعومة كانت من عام 2003 والعراق من سيء إلى أسوأ. محمد بهجة حسين: هاي نتائج سياسة بلدها اتجاه العراق بعد 20 عام من الحكم. ما أخذ تعليقات هواية هذا التعليق. خالد أبو زكريا: بعد ما دمرتوا البلد وانهجم لا كهرباء ولا نفط أبيض والأخلاق، تريدون تعاون؟ أي تعاون هذا اللي انتوا تدوروا؟ مشاهدينا الكرام كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع، ومعنا اتصال من أم الدنيا. أحمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. بحييك وبحيي القناة الشريفة والسادة المشاهدين وكل عراقي شريف. حياك الله أخوي حبيب. بالنسبة للمعزة، أولا الشعب العراقي بالكفة الشهداء في مقدار الديالة. نعم. لكتل العراقيين الفلاحين بدم بارد. نعم. من قبل الميليشيات الطرفية الواقعة على العملاء الإيران. مجزرة قرية تشيايلة في محافظة ديالى. نعم. أنا أعرف إن في ديالى المجزرة اللي حصلت للعراقيين. نعم نعم نعم. الناس عايشين في بيوتهم، مأمنين، الناس فلاحين، الناس كرمة، الفلاح راجل كريم وراجل شريف. نعم. وبعز الشعب العراقي الدكتور لكتل بدم بارد. دول ميليشيات يا استاذ افهد، ميليشيات وقع جابتهم من المخابرات الامريكيه. يعني من 2003 قالوا للشعب العراقي هنجيب لكم الحريه وهنجيب لكم الديمقراطيه، وضحكوا على الشعب العراقي، ضحكوا عليكم. قالوا لهم يا شعب العراقي، بعد ما كان العراقيين كانوا عايشين احلى عيشه، كان المفروض يقول لك العراقيين كانوا عايشين احلى مننا. نعم. وكانوا عايشين في خير ورخاء. لمتهم دول ضغطوا على الشعب العراقي، لمهم المخابرات المعممين المزيفين الشيع اصحاب العمام المعممين، ضحكوا على العراقيين وقالوا لهم هنجيب لكم الحريه وهنجيب لكم وعيالكم في خير. جابوا لهم الفوضى الخلاقي، يعني جابوا لهم الفوضى الخلاقي اللي اسستها جندوره سرايس. قلت لهم احنا هنجيب لكم الفوضى الخلاقي، خلى كل اللي عايز يريد شيء يسوي، يعني اللي عايز يمسك سلاح يضرب. نعم. ميليشيات، شغل فوضى. شكرا استاذ أحمد عشان ما اطولش على حضرتك. نعم نعم. شكرا لك اخ احمد، وتحياتنا الى كل اهالي مصر العربيه الشقيقه. مشاهدينا الكرام ننتقل الى ملفنا الثاني، واللي هو نحكي بيه عن 1 آذار او 1/3. اللي ما يعرف هذا اليوم شنو هو، هو يوم المعلم بالعراق. بس المعلم بالعراق يعيش بأسوأ الظروف بهاي الايام، والتعليم بالعراق يمر بأسوأ أيامه. هذا كله بفضل حكم الأحزاب الفاسدة اللي سيطرت بعد أن سلمت الولايات المتحدة الأمريكية العراق لهم، وسيطرت هم من الميليشيات اللي أهم شيء عندها القراية والكتابة مو مهم
بس عندهم السلطة هي المهمة. الكل يعرف أن معلمي محافظة البصرة والكوادر التعليمية هناك مستمرة بالتظاهرات اللي يطالبون بها بقطعة قاع سكنية اللي وعدتهم بها الحكومة، لكن المعلم تفاجأ بتعامل القوات الحكومية وياهم. هنا راح نشوف أو نشوفكم شلون اعتدت هاي القوات على واحد من المعلمين بالضرب وإصابته بجروح. خلونا نشوف. هذا محافظ البصرة، هاي سوالفك داني ما ترجال يعني هاي حال المعلم محمد الشيعي السوداني، هذا المعلم المحافظ يطلع العيداني حسين يا شيخ ما احنا بيصير بالمدى هذا الحمد لله على السلامة. ما عندك شيء فكك السال هذا معلم، هذا هذا مربي. المعلم هو يشتغل بوزارة التربية، ليش اسمها التربية؟ لأنه هذا مربي، مربي لابنك وابن أخوك وابن عائلتك وابن عشيرتك وابن منطقتك وقضائك وناحيتك ومدينتك ومحافظتك وبلدك. ليش أحكي أنه هذا مربي؟ أنا قلت هذا الكلام لأنه هذا الفيديو راح يبين لكم واقع الحال بالعراق اللي هو هذا. جانب ثاني من الاعتداءات اللي على الناس اللي تشتغل بالكوادر التدريسية بالمدارس العراقية، هذا المقطع الدولة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور مؤلم يطلع به أحد أولياء الأمور بالعراق ببغداد بسبب رسوب بنته والأخ يتبع إلى ميليشيا العصائب. شلون بنتي ترسب؟ قاموا طبوا اقتحم مدرسة خماء للبنات اللي تابعة إلى تربية الكرخ الثالثة بالعاصمة العراقية بغداد واللي هي مدرسة بنته. حاول أن يعتدي على الكوادر التعليمية وطالب أن تتم تغيير درجات بنته الامتحانية وتتحول من راسبة إلى درجة نجاح. تفرجوا. والحرام من درجة المعلمة تبكي والأخ طاب هدادة ويقول لها أنا ما مقتحم. إيش طاب تلعب دعبل؟ طاب تسلم عليها تقولها شلون إيش خيتي؟ جايب لها هدية مال عيد المعلم وطاب لها؟ لا عاد هذا شنو اللي يسميه أنت؟ بس أرد أسأل سؤال، إذا كنت بالعصائب وغيرها أنت والعصائب قدام التعليم شنو؟ كجا مرحبا بيش كيلو؟ إذا بنتك دتشة دبنك ما تستحق النجاح، بأي أحق أنت تطب إلى المدرسة وتسوي اللي سويته؟ معلم إذا لزم طالب ورسبه أو نجحه ما له علاقة المعلم، هذا جهد ابنك وبنتك وجهدك أنت، لأن رسوب ابنك وبنتك فشلك أنت بالبيت مو فشل المعلم بالمدرسة، لأنك لا متابع ابنك ولا متابع بنتك ولا شايف دراسته شكو بيها، وتجي يوم النتائج ابني ليش راسب؟ تنجحه غصبا ما عليك، ترى دخل العشائر، لا أنت ولا العشائر ولا الميليشيا اللي أنت تتبع لها ولا دولتك اللي أنت من الممكن أن تشتغل بدائرة وعندك منصب إلها أحقية أن تتدخل بالتعليم، لأنه إذا نجحت بنتك غصبا ما عليها بحالة هاي اللي أنت تسويها، إذا هي راسبة وما مفتهمة شيء وتستحق درجة الرسوب وجيت نجحتها وباكر عقبه سويتها للأخ الطبيبة وهي ما دارسة بحياتها بصاية ابن العصائب ناجحة، شوف كم واحد راح يموت على ايديها. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق من علي المحمداوي يقول
وزير التربية إذا صدق مخلص بالتعليم ما يخليها تفوت هاي التجاوزات، لأن راح تصير بلا ملح على كل الشعب العراقي بدون استثناء. حسام أحمد، ما زال الحكومة العراقية يجب محاسبتها حتى لو كان صاحب حق هذا الستار. وأبو علاء الساعدي، عندما يحكم البلد الأحزاب وليس القانون تصبح الأمور هكذا، الله يكون في عون الفقير. وكاظم الكناني، وين القانون من هذا الفعل اللا أخلاقي؟ خليه يتحاسب حتى يصير عبرة الغيرة. وأرد أقول له شغلة همينة بالأخير، إذا أنت متأكد أنه بنتك ناجحة والمعلمة غلطانة، حتى اللي سويته هذا غلط، ما من حقك الطب أو تهدد أو تسوي أو كل شيء نهائيا. عندك حق واحد بس، الوزارة قبالك، الطب هناك، وتقدم شكوى، تشكل لك لجنة من الوزارة يعيدون تشكيل أو تصحيح الدفاتر الامتحانية مال بنتك ويتأكدون راسبة لو ناجحة. إذا طلعت راسبة تسد الحلقك وما لك علاقة، إذا طلعت ناجحة تقدم شكوى. أما أنت اللي هذا سويته هذا خريط أحكيكم ياها هيك. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفال، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله أخوي. بالأول أستاذ نهني معلمينا وأساتذتنا بنحاء بغداد ومحافظاتنا الحبيبة في العراق. أستاذ أفال، إحنا نعرف المعلم اللي هو إلى مكانه دور يعني كبير جدا بالعالم خاصة بالعراق. نعم. اللي هو يتخرج منها الدكتور والضابط أو كل ما أمور الحياة اللي يتعلق بها من العقول الخيرة والعقول اللي تبني البلد واللي يعتمد عليها أنه العالم أنه هذا تخرج من معلم من أستاذ أنه تعب عليه بشهادة يعني امتياز وبشهادة أنه بدون باطلة، شهادة أنه يعتمد عليها من يبني أجياله، يبني أوطان، يبني يعني يعتمد عليها المواطن، يعتمد عليها الشعب. إحنا هاي الأمور للأسف الأساتذة اللي عندنا صار إحنا من 2003 لحد الآن وزارة التعليم أو وزارة التربية اللي شفناها ما قاعد تهتم لا بالطلبة ولا تهتم أيضا بالمعلمين. للأسف إحنا عندنا كان عندنا أساتذة وكان عندنا معلمين وكان عندنا دكاترة بالجامعات. طيب 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 أبو عمر، أنت قلت للأسف الوزارة ما مهتمة. نعم الوزارة ما مهتمة، لكن أكو شغلة ثانية تغيرت. يعني أذكر سابقا لما كنا أطفال بالمدارس وجهال صغار، لما المعلم يضربنا أو يعاقبنا أو يوقفنا قصاص أو يودينا إلى غرفة المدير ويستدعي ولي أمرنا، ما كنا نقدر نحكي. ويوم اللي روح نشكي يم أبهاتنا، وأبهاتنا يجون إلى المدرسة ويقولون ولدنا اشتكوا من المعلم الفلاني لأن المعلم الفلاني سوى كذا 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 كذا. إذا المعلم عنده حق والغلط يمي، الكتلة الثانية كانت تجيني من أبويا يقول لي هذا معلمك تحترمه غصبا ما عليك. ليش الحال هذا تغير بحيث أولياء الأمور صاروا هم يطبون؟ هذا مو أول فيديو، قبل فترة طلعنا فيديو واحد طب برشاشة. أستاذ أفل، أكيد لأنه كانت الدولة لها هيبتها ولها كرامتها وكانت تدعم المعلم، لأن الدولة نظرتها للمعلم اللي هي كرامتها واللي ترجع نفس قيادة تحكم من تتخرج من هذا المعلم. هذا المعلم من يشوف المواطن اللي دولة خاف من عده واللي تحابه واللي تخلي إلى يعني كل يعني التقديم العون وكل المساعدات كل ما هو يرضي به، أيضا أن يكون المواطن يخاف من عده، لأن أكو وراء دولة، أكو وراء قانوني حاسبة، أكو وراء ناس أنه بحيث مسنود بأنه هذا المعلم هو قاعد يمشي يعني بعمله بصدقه بكفى. فما ممكن أن أي معلم فيه قبل 2003 ينضرب أو يهان أو يتهدد أو يعطي شهادة نجاح وهو ابن كل شيء ما يعرف ويعطي له شهادة تخرج، وهاي الشهادة ممكن تكون إلى تعييرات إلى مفتوحة. هاي الأمور ما كانت إنه كانت عندها قبل 2003، الآن أصبح احترامي للأساتذة وللمعلمين إنه مضغوطين من قبل بعض الميليشيات وبعض الأحزاب، يعني يعطوهم شهادة وأولادهم إنه ما جاي ما يدرسون ولا واصلين للمدرسة ولا واصلين للكلية، فيعطونهم شهادات بأنه تخرج وتخرج من فلان كلية أو فلان جامعة ويتقدم إلى تعيين أو دورة ضباط أو دورة أي دكاترة. كل هاي الأمور يصبح فساد المجتمع وخراب البلد من وراء الناس اللي حكمتنا من 2003. ليش إحنا عندنا قبل 2003 عندنا ناس أكفاء ناس معروفين يعني بالعراق
وكل العالم يعرف انه دكتور فلان او قائد فلان او كل هاي اللي قاعد صار عندنا قبل 2000 سنه ناس معروفين اعتمد عليهم البلد وتخرج البلد واصبحوا معروفين، لكن للاسف حكومات اللي حكمت 2003 كثرت هذول الناس وهجرتهم، ما يردون العراق انه يصير له مكانه ويكون له صفقه. شكرا 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 لك ابو عمر واعتذر منك بس حتى اكمل مواضيع الحلقه. شكرا لك. من الكوارث الخطيرة اللي تضرب العراق كارثة الجفاف، كارثة ونعم كارثة وأعيدها كارثة، تلوث المياه اللي دا يصير همينا باللي باقي بالأنهر. البارحة حكينا عن هذا الموضوع وبحلقة صوتكم، بس الأهمية لازم نقول إنه إذا بقى الحال على ما هو عليه هسه مثل هسه يعني، والحكومات اللي كاتلة نفسها على الكرسي اللي هي قاعدة عليه إذا ما فكرت بهاي القضية مستقبل العراق مظلم، لأنه الكل يعرف أنه بالوقت الحالي الإمكانيات العراقية التكنولوجية والمؤسساتية والبشرية صفر. فلازم نظل نذكر ونشوف الناس بلاد الرافدين، الرافدين دجلة والفرات، شنو حال المي بيها. عندنا مقطع واللي وصلنا من مدينة الناصرية و ملف الجفاف أغلبه من محافظة ذقار اليوم. هنا عندنا نهر الفرات، شوفوا لوين وصلت نسبة الجفاف به شقد، وأنتوا بأنفسكم قيسوا. هذا نهر الفرات، تخيلوا هذا نهر الفرات كان هذا جسر، لأنه لو نهر الفرات هذا حالة ما كانوا الناس احتاجوا هذا الجسر، كان سووا شارع. مشاهد ثانية عندنا بهالفيديو اللي أنا حاطه لكم همين النهر الفرات، حتى اللي ما مصدق يصدق، وحتى اللي يجي ويقول أنتوا تصورون غير شيء، لا هاي الناس تصور. هذا المقطع يبين لكم حجم الكارثة المائية اللي موجودة بالعراق وشنو معاناة نهر الفرات من جفاف كارثي وخطير راح يقضي على هواية أمور، حياة ناس، يقلل من نسبة الثروة الحيوانية وقللها والسمكية وقللها وغيرها، ويأثر على الزراعة وهذا كله، والحكومة طرشة لأنه ماكو حلول حكومية لحل أزمة الجفاف ولا خلت بدائل مناسبة لهاي الكارثة. خلونا نشوف. الجسر حاليا فتحه حديث يربط بين صوب الشاميه وصوب الجزيره على اتجاه جامعه ذيقار، مسافه 300 متر قصته اليوم، وتقريبا 300 متر ماء متبقي عنده بالشط، الماي تقريبا باقي 30 متر ذاك الاتجاه ممكن اذا تصوره اللي هو يم حدود كليه العلوم. فقصه المسافه النازل بها الماي من هذا الاتجاه، من هذا الاتجاه اللي هو هذا الحدود الفاصل اللي هي يمين يمين الشاطئ إلى المسافة المنتصف تقريب نازل بحدود 100 خطوة، 100 خطوة بالقياس مالتي أنا قصدها. إذا بقى على هالمستوى بالنزول هذه احتمال تبقى بس متر واحد من الممر للمي باتجاه منطقة المنتزه وكلية العلوم. صار جدول الفرات، وبعد فترة إذا بقت الأمور مثل ما هي راح يصير ساقية الفرات، لأنه لا تقدر تقول عليها شط ولا شطيط ولا نهر. هسه اللي دا اشوفه جدول، والجسر هذا عيني جماعة ذيقار فكوه ما تحتاجوه بعد. مواطن اخر من مدينة الناصرية بمحافظة ذيقار راح يوثق لكم هذا الفيديو من كاميرا تليفون الخلوي مشاهد انحسار نهر الفرات، ويبين هو دا يمشي على واحد من الجسور اللي كانت موجودة واللي اقيمت فوق النهر. نسبة جفاف مي النهر أو نسبة الجفاف بنهر الفرات وشلون اليابسة طلعت، يعني القاع ما النهر أعمق بؤرة بالنهر طلعت. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة وضحاها يختفي مياه نهر الفرات
أنا بس أريد أعرف شغلة يعني مياه الأمطار اللي صارت وخصا يعني هذا موسم الشتاء موسم الأمطار يعني أمطار صارت فيه أمطار غزيرة يعني أمطار خير من الله وين أعرف الماي راح ما ابتلع يا ترى ماي الباك يعني هاي كارثة إحنا مقبلين على كارثة وصل تكتم إعلامي الناس الأهالي عم أنتم تدرون مقبلين على كارثة لو ما تدرون ماي ماكو ماي نشف نهر الفرات انتهى هذا على اساس مسويين جسر بعد ما يحتاج جسر نعبر مشي بعد ما يحتاج جسر هذا حال نهر الفرات بالعراق ويطلعوا لك الجماعه والاطار وجماعه التيار وجماعه ما ادري شنو وجماعه ما ادري منو وجماعه ذاك الصوب والحجي والسيد والمقاومه وصاروا هوايه جماعات حجت المقاومة الإسلامية وكلا للولايات المتحدة الأمريكية ونطالب بخروج القوات الأجنبية ونطالب بكذا وتفعيل قانون كذا ويجب كذا وما أعرف شنو كذا ولا النازح رجع ولا المدارس انبنت ولا المعلم تكرم ولا العاطل عن العمل اشتغل ولا اللي موجود بالمعتقلات هو بري طلع ولا المي رجع الناس لما شافت هذا الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك محمد العراقي يقول المشكلة الجهات المعنية لا حس ولا خبر وكأنما شيء ما يعنيهم كان المفروض جلسات طارئة لكل السلطات الثلاث واستنفار حكومي لوضع حلول وإلى الكارثة قادمة إلا الأسف جاسم الخفاجي يقول خلي نحفر آبار هذا كله نتيجة السياسات الفاشلة وأبو شهم يقول فعلا مقبلين على كوارث في فصل الصيف وأحمد صلاح يقول الأحزاب والتيارات والحركات والنواب والحكومة ملتهين بالاستثمار والمناصب وقذاراتهم وبوقهم يباوعون على الشعب والوطن عبارة عن فلوس وناخبين تعرفون هذا التعليق ايش ذكرني؟ أكو برنامج رسوم متحركة كارتون توم وجيري لما يجوع يشوف أي شغلة قدامه قطعة دجاج هذا اللي قصده صباح من بغداد حياك الله السلام عليكم أستاذ أفل عليكم السلام رحب بكم قناتكم الكريمة طبعا هاي معاناة ما يفكر بها السياسي ولا حتى رجل الدين لأن دول الناس صار عندهم اكتفاء من الخزين الدولار اللي خذنوه وسرقوه والأملاك اللي يمتلكوها أما حياة المواطن أو حياة الفلاح أو حتى الحيوانات أجلكم الله ما يفكرون بها شلون على المياه وعلى الزراعة وعلى غيره نهائيا يعني ما عندهم مجال نجحن به بكل مجالات الوزارات الموجودة شنو إنجازاتهم ماكو كل فشل في فشل هسه ملتهيلي بالدولار وكأنه الدولار المواطن العراقي راح يستفاد من عنده شو الدولار لمن يروح ما فقط رواتب ويسرقون الأحزاب الحاكمة تسرقها وتهربها إلى إيران في سبيل مساندتها بأزمتها الاقتصادية هذا معلوم لكن أنت الفلاح من دعمه هاي المياه والروافد اللي تجي من إيران اللي انقطعت نهائيا صفر مياه تدخل إلى ديالة وإلى جنوب العراق من الروافد اللي تجينا من إيران ما حد حكى بيها لا طلع رجل دين معمم في خطبة الجمعة وحكى قال شلون إيران تقطعون المياه على 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 ديالة أو ينزل منسوب المياه ما حد يحكي زين الزراعة شلون فلاح ما حد يفكر بيه شلون يزرع ثروة الحيوانية شلون واحد يقوم بيها كلها فشل في فشل تلقى السياسي مجلس الأعلى الإسلامي حزب الدعوة الإسلامي كلهم إسلاميين لكن على واقع الحال ما عندنا فتشي يذكر لهم ماكو أي إنجاز يعني هذا هسه البلد جاي يحطمونه البنية التحتية الموجودة اللي بناها النظام السابق الوطني يعني ما فلشوها بالكامل كلها دمروها يعني هسه شلون المواطن العراقي لا البطاقة التموينية مكفيته ولا حياة كريمة ولا حتى السدود بنهم سدود في سبيل هالمياه ليش تروح للخليج أو شط العرب المفروض يستفادون منها وبناء سدود 20 سنة ما بنيته سد واحد ولا حتى رمموا سد واحد وعدنا بالاثنين وعشرين سد بناها النظام السابق زين عززوها بالمياه في سبيل يصير عندنا خزين نستفاد منه في فصل الصيف يعني ما عندهم خطة يضعوها لا وزير بيك خير ولا رئيس وزراء يحاسب أخ صباح أخ صباح بداية هو الإنجاز الوحيد إلى الأحزاب الإسلامية بالعراق أنها تتعامل مع الأمور بطرق غير إسلامية هذا إنجازهم الوحيد
فلكن لكن اكو خبراء يقولون انه واحدة من المشاكل اللي لازم كانوا يفكرون بها انه من 2003 لحد هاي اللحظه ما صارت اي عمليه كري لاحواض الانهر بالعراق، وصارت اكو رواسب، هاي الرواسب تمتص يوم عن يوم من مناسيب المياه، هي همنا الساع ما نقول هي السبب، لكن كانت عامل مساعد ومسرع للجفاف اللي نشوفه اليوم. بس طبعا من يجي وزير ري هو مو كفو ويقعد في مكان وكرسي هو مو قد، يعني ايضا ما راح يصير لا رعايه للروافد الموجوده داخل العراق ولا الانهار ولا حتى البحيرات ولا حتى نهر دجله او الفرات، نهائيا ما عندهم خطه ولا عندهم فكر في ان يتعاملون ويا الانهار هاي مع هذا التطور اللي صار والتنظيف واستغلال المياه وعدم لا. تسريب المياه، ما عندهم ناس كفؤون يعني يصيرون مكان مناسبة أبدا، يعني جايين لتدمير البلد وبالفعل هم دمروه، عندهم إنجازاتهم المخدرات اللي انتشرت، الطائفية اللي صارت، المحافظة بتشكيل الحكومة، القتل الممنهج اللي صار كله على يد الحشد، يعني بس هاي فاعلين بهاي الأمور، والتطهير العرقي اللي جرف الصخر وحزام بغداد الطارمية وديالة في المناطق والقرى بيها هجر محلها، بس بهاي فاعلين حكومة حزب الدعوة. شكرا لك أخ صباح. نروح إلى الملف الصحي المتردي هو الثاني بالعراق، وتعرفون هم نحكينا عنه. نبقى بمحافظة ذيقار، مشاريع متلكية على جفاف على انهيار واقع صحي، بس باعوا محافظة ذيقار من شنو دتعاني الأخوان هنا من محافظة ذيقار يحكوا لكم هنا معاناتهم ويا أحد أطباء مستشفى قضاء النصر بمحافظة ذيقار، واللي أحد ذوي المرضى حكوا بيه من معاناة هذا الطبيب وطريقة تعامله وياهم ورفض أن تتم إحالة المريض إلى مستشفى ثانية. خلونا نسمع. وما أخذينا للقطاع الصحي اللي بقضاء النصر من الدكتور لاقين دكتور رضوان، ما أخذين المريض وخلينا بالقاعة مال الطوارئ، صحيح؟ صحيح. دكتورنا عندنا مريض هم حكيهم. تعال شوفه. ما أدري دكتور دنا مظلم طاير الطيب. دنا. يابا تعال شوفه دكتورنا، والله الدكتور زين مظلم، تعال الطيب عبره الطاير المظلم. يابا حاطه جاي يسوء أكثر. بعد رجعت أنا نفسي رجعت الدكتور حاطه الدكتور تعال شوفه، والله ها المظلم الطيب بعد عبره ثانية. بدون ما يشوفه. بدون ما يشوف المريض. مطيع عبرتين بدون ما تشوف المريض. دكتور سوي لنا نقل. بس عارف نطلع تعب ما يدري كل ضاها بالسيارة إيه؟ إنها هي حتى تعبانة إيه؟ دكتور والله ما سوى نقل حتى ما تستوجب ما مدعوم شنو دكتور شلون كل ضاها طينا نقل ما طاي كتب لنا ورقة ولا طاي عبرتين هاك خذه شنو عبرتين شلون يستقبل لنا بالشارع ما يصيرها ما طايكم أحالة لا شايفة ولا منطيهم أحالة ومريض وحالته النفسية منهارة وتعبانة وكل هاي يقول والله خليك موسون حذاتي ها بالقانون خوش هذا طبيب ما شاء الله يجي يتعامل وراء موجة الاغتيالات والخطف اللي واجهت الأطباء بدياله بالآونة الأخيرة صارت ومنها أحمد المدفعي ناشط إعلامي يبين خلو مستشفيات محافظة ديالة من الأطباء وهذا الشيء اللي راح يأثر ويحذر من هجرة أطباء المحافظة بسبب التهديدات خلونا نسمع تخلو من الأطباء ومن الصيدليات والمستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة واقع حال ممكن راح نعيشه في محافظة ديالة للأسف في الأيام القادمة 6 أيام مرت على استشهاد الدكتور أحمد بس لحد هاي اللحظة لم يتم الكشف عن الجينات واليوم الكوادر الطبية ونقابة الأطباء بدت بالتصعيد وممكن راح توصل لقرار لإغلاق أو الاعتصام على الدوام بالإضافة إلى النقابات والاتحادات في محافظة ديالة اليوم المطالب الكوادر الطبية يذكرونها بأن هناك عمليات ابتزاز يجب التخلص منها وهناك عمليات تهديد يجب الكشف عن الجنات حتى لا يوصلون لقرار الهجرة اللي ممكن أنه هذا هو الهدف أو هدف آخر يكون مادي وراء استهداف الكوادر الطبية عندنا فيديو ثاني يبين لكم بواقع الحال المتردي بطوارئ مستشفى قضاء الصويرة بمحافظة واسط بالوقت اللي يتبجح به سياسي العراق والإطار بالذات بإنجازاتهم الوهمية خلونا نشوف
هاي غرفة عمليات، هاي المفروض أنظف مكان بالمستشفى، هاي الغرفة لازم تتعقم وتتنظف قبل وورا كل عملية. يعرفون وزارة الصحة العراقية هم ليش ليش فرضوا على الطبيب يغسل إيده قبل العملية؟ لأنه اكتشفوا أكو جراثيم تصير على يد الأطباء تسبب الوفاة إلى المرضى. فما بالكم بغرفة عمليات مثل هاي. الناس لما شافت الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق طالب الخفاجي يقول خلي شوف وزير الصحة، هذا جزء بسيط من أكثر مستشفيات العراق مستوصفاته، أين يذهب المريض الفقير إلى الله. العزاوي يقول أين وزير الصحة وموظفي الوزارة الذين يقبضون رواتب وبدون أي مسؤولية أو متابعة أو تقديم خدمات. وأبو علي عطافي يقول هو هذا حكم الجهل والتخلف، والله راح يسجل تاريخ فضائحكم إلى يوم القيامة حكومة الحرامية. ماهر نعمة تاج الدين أغلب المستشفيات الحكومية هذا حالة، الله يلعن كل فاسد إذا لم تستحي اصنع ما شئت. وكانت هاي تعليقات الأخوة المواطنين على هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام حكينا أنه اليوم 1/3 وعيد المعلم، ففي عيدهم السنوي معلمو العراق صناع الأجيال على قائمة التهميش الحكومي، عنوان الانفوغرافيك اللي يحتفي بالمعلم العراقي ويبين أبرز معاناته بظل الحكومات المتعاقبة واللي سوانا يا قسم السوشيال ميديا. تفضلوا. هذا الانفوغرافيك اللي قدمته قناة الرافدين اللي يحكي عن المعلم. هاشتاغ أبناء السفيرة، واسم تصدر منصات التواصل الاجتماعي بالعراق بإشارة للأحزاب والميليشيات وحكومة الإطار التنسيقي بالذات اللي يصطفون لزيارة السفيرة ويرحون بالسرة واحد وراء الثاني، ويرحون كل شوية واحد طابلها والسلام عليكم وشونك واخبارك وما عارف شنو، وياخذ القرارات والمالات ويطلع وراها. أو قبلها كانوا ينعتون ثوار تشرين والمتظاهرين بأبناء السفارة أو الجوكر إذا تذكرون. اليوم تبين يم العراقي منو هم أبناء السفارة ومنو الجوكرية الصحيحين اللي يدعي المقاومة والثار من أمريكا. ولهذا السبب اختارينا لكم بعض التغريدات على وسم أبناء السفارة. كريم السراي غرد ويقول شاوين ذاك القال ما ننسى ثاره، دهن ودبس شو صار ويا السفارة عاشت إيدك. هاشتاغ أبناء السفيرة.
وليس البصري يقول ما تقوم به السفيرة الأمريكية من تدخلات واسعة في عمل الحكومة لا يكون عبثا، وإنما هو سحق حقيقي لشعار المقاومة الذي رفعوه هؤلاء المنبطحون، وهذا ما تريده أمريكا، إهانة لهذه الفصائل بقوة وتدمير المقاومة الوهمية، حطوا عليها ألف خط، التي يدعونها. هاشتاج أبناء السفيرة. علي فياض يقول واحد يدعو لعودة سوريا للحضن العربي وعايف مناطق أهل بحضن إيران، والثاني يدعو لحملة تشجير وإيران قاطعة عن المي. هاشتاج أبناء السفيرة. وسجاد يقول السفيرة ساقتهم سوق حكومة الإطار وضحك. سالفة المقاومة يضحكون بها على السذج، وهم منطحين لها وجماهيرهم ما تعرف تبرر سوالفهم اللي وصلت إلى خلع الملابس من أجل البقاء في السلطة. هاشتاج أبناء السفيرة. والأخ سجاد جاب لكم إياها من الأخير، يعني بايعين ومخلصين، يعني يقول لك ذولا كل شيء راح يسوون بس الكرسي ما يطلع، لأنه الكرسي إذا طلع راح ينسحلون بالشوارع. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. عندي رسالة واحدة صوتية وصلت إلى البرنامج، وأعتذر من اللي أرسلها، لكن ما أقدر يعني أسمع الرسالة أو أطلع على الناس، أتمنى لو كانت رسالة مكتوبة. نلتقيكم على خير باكر إن شاء الله، عفوا يوم الجمعة بحلقة صوتكم. إلى اللقاء.